سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الحرشه ولاباس بوسه، باش ما نطولش مع عليكم. نذكروا المكونات اللي غنحتاجوا. عندي هنا واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال السميد الناعم ولا السميد الرقيقه، مهم عبر جوج كيسان بقياس ديال العنبه. عندي قبيصه ديال الملحه، عندي خنيشه ديال السكر فانيلا، جوج خمارات من وزن 8 غرام، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، عندي ياغورت بالنسمه ديال الفانيلا، وعندي جوج حبات ديال البيض. هادو هما المكونات اللي غنحتاجها البنات. نبداو على بركه الله. كمرحله اولى غادي ناخذ البيض، غادي نبداو بسم الله. الحبة الثانية غادي ندير ديك القبيصة ديال الملحة، سكر سنيلتا، وكذلك عندي خنيشة ديال سكر فانيلا. كده هذا الشكل يدو واحد كاريت، وغادي نحركوا هاد المكونات البنات. وكذا هذا الشكل غادي نضيف كذلك البنات هنايا عندي الزيت. نضيف الياغورت بالنسمة ديال الفانيلا او بالنكهة ديال الفانيلا. ديروا اي ياغورت بغيتوا البنات، اي ياغورت متوفر عندكم. غادي نضيف كذلك الحليب، وهنا البنات من بعد ما خلطنا هاد المكونات غادي نضيف السميد الناعم. لهذا الشكل هنا البنات غادي نضيف دوك جوج خمارات ديال الحلوه. غادي نضيف من الخليط، وغنخلطوا هاد المكونات جيدا. هنا البنات من بعد ما خلطنا هاد المكونات غادي نتركوه واحد شويه، الوقت اللي غادي نمشيو نوجدوا المول ولا الاناء اللي غادي نصبوا فيه الخليط ديالنا. هنا البنات خديت المول ديالي، دهنتو بالزبده ورشيتو شويه بسميد رقيقه ولا السميد الناعم. وبامكانكم البنات الا ما بغيتوش ديروا هكا في مول عائلي، ديروا في دي مول فرديين. وهنا البنات غادي نفرغ ديك الخليط اللي عندي ديال الحرشه.
على هذا الشكل. غادي ناخذ البنات هنا عندي رقائق ديال اللوز وغادي نرشهم من الفوق. دونك على هذا الشكل الفرن عندي ديجا البنات ساخن، وغادي ندخل الحرشه ديالي ولا البسبوسه للفرن باش طيب. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا ولا ديال البسبوسه من بعد ما خرجناها من الفران. سقيتها بالسيرو اللي درت فيه غير السكر والماء وخنيشه ديال السكر فانيلا، من بعد ما وجدت وسقيتها به كتكون هذا هو الشكل ديالها. انا قطعت لكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي، صراحه كتجي غزاله البنات. وهكا كنكونوا وجدنا شي حاجه ديال الدار وعارفينها باش كتصاوب. شكرا لكم البنات على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم المتواصل لهلا يخطيكم عليا. هنايا كفكره البنات اللي ما بغاش يدير دوك الرقائق ديال اللوز يخليها كاع تتوجد ويرشها الفوق من بعد ما يدهنها بالسيرو، يرشها من الفوق بالكوك، ولا يقدروا في بلاصه رقائق اللوز يديروا غير كاوكاو. كل واحد عنده الاختيار يدير اللي بغى، يقدروا يديروا سكر عفوا يديروا حبيبات شوكولاته، يقدروا حتى الاخر يدهنوها غير بالكونفيتور. كل واحد عنده الاختيار يدير اي حاجه بغى، ودائما في اطار اللي متوفر عندنا في الدار نقضيو به. شكرا لكم مره اخرى البنات، خليتكم في امان الله، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم وكذلك البارطاج باش تكبر العائله ديالنا. شكرا لكم مره اخرى بزاف 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 على التشجيع ديالكم، الله يخطيكم عليا والى وصفه مقبله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.